إخوان السلام عليكم ورحمة الله. علينا نقدر الكاميرا على أنتم معكم المترشح غنترشح قلت لكم كل مرة كيفاش غنترشح كيفاش غادي نترشح نكذب عليكم نقول لكم غندير لكم مقبرة باش ندفنكم فيها واش نقول لك ايوا ما مجدبة بحال دابا حنايا نتكلم لكم على الجدرمية نخليهم يخليكم تقطعوا العود واش ندير لكم انا غادي نوعدكم كل شيء ولكن ما تاخذوا حتى شي حاجه فهمتي لان ديك النهار الناس صيفطوا لي واحد الفيلم فيلم سيدي بلا يمسحوا نهضر بعدا من لا اسمه دابا العمل بجنون سيبتو لي باجي ما باقي الحال باقي حتى كاين من السخونيه البروديه تيقول لي مضببين دابا بابنا العام قلت لك اسيدي واحد الفيلم سيبتو لي في ديك اسمها ديك الغابه ديال بوزكور ولا ديال سيدي مسعود ديك الغابه تما ملي كنا غادي المطار من ديك الجهه الاخرى فهمتي دايرين واحد الورقه ممنوع الدخول كورونا ولكن الدخول ماشي ممنوع على الجدرميه وهذوك لي فورستي نيغال فورستي وشبكوني باكين يقطعوا في الشجر وتيعمروا في الكاميون حتى ما تعرفش هادشي ماشي في هادشي ديال هادشي ديال لوغين هادشي ديال الشمال ماشي ما عندي خبره ولكن انا تنعرف من القراءه اللي قرينا 50 عام ديال الجامعه ديال الحياه ماشي الكره الحياه هذيك ماشي جامعه الحياه لنا قال لك وقال لك واحد الايه غرسوا وحده وقطعوا وحده ولكن لا عندنا هذاك المجلس البيض الضربيله غير الشفاره وذوك الجدرميه هما الشفاره اللي تيبيعوا تيقطعوا الغابه وما تيراو بلاصيهاش ايوا انا عارف الا غتقطع الشجر اللي لحق العمر ديالو ديال القتال دير الشجر قبل من الصغار باش ينوضوا بلاصه باش ديما كيما تقولوا هما ديك اللغه لاميناجمون دو لا فوغي كيما عندنا مشكل هذا لاميناجمون ديال الكوابل والكوابل عمرها ما تحلوا انا نقولها واعدها وتنتحمل المسؤوليه ديالي من هذا المنبر وفي هذه الليله الليله المكرمه ديال النبي صلى الله عليه وسلم تنحتفلوا عيد 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 الميلود عيد الميلود ماشي ميلود ولا شي لا هذا من الاخر عيد الميلود المولود ما عيد الميلود لان النبي صلى الله عليه وسلم غدا غيكون زاد بحال قال لي تشيزس كرايس كريسمس داي معليش فلهذا من هذا المنبر نقول لكم مبروك ومسعود انتوما ويدخل عليكم هذا العام بالخير ونتمنوا الله ان كاع الاعضاء ديال البرلمان يموتوا بكورونا كما وقع في ذاك المجلس البلدي ديال الدار البيضاء المجلس الدار البيضاء نتي ها مول القحبه اليوم راه المهم تحسبوا المشرعين المحليين ديال المدينه الدار البيضاء هما اللي غادي يحافظوا على 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 الصحه ديالنا ولا لقى فيهم كورونا بريوزهم
ما عرفتش 18 واحد فيه الكورونا ولا القحوة. نتمنى الله يا ربي ماشي ندعي لهم دابا واخا من الجمعة. لا لا ليت المولود ليت المولود الله يطير باباهم لهاد الدنيا. ليت هاد ولا القحوة كل شدهم كورونا. علاش؟ لما تيحترموش القوانين ما تيحترموش القوانين. ما عندهم جيك سانيتيزاسيون من دخول كاليدك ما تيلبسوش الكمامات ما تيخصوش يديهم يمشيو للكابينة مريحين حداش حداش و تيتباوسو تيتباوسو برادر هود بوسين بوس داكشي. ايوا هاد القحة ما شدو كورونا سير دير مهم لا بغيتهم يموتوا كلهم يموتوا انا بغيتهم يموتوا انا ما فهمتي. الانسان ما تيحترمش القانون باب واحد الدخا هذا المراكي جابوا لي من عندك مول مول الديتاي اللي في راس التلم داك اللي خرجوه من الخدمه وما خلصوش باش كيقول لي بيع الديتاي. ودابا المراكي مره واش يمشي يجيب لي واحد الكويرو واحد الكويرو باش 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 اي نتكيفوا فهمتي. ودابا انت هايا ها هما تيقطعوا في الشجر ديال الغابه ديال غابه سيدي مسعود غابه بوزكوره شكون لها غابه الناس صوروهم صوروهم هما عاملين ديك اللعبه ما دخلوش الغابه لنا على قبل الكورونا. واش واش هادشي ديك الكورونا في الغابه ايوا شبخ القحا قال لك غيسدوا الضرب وما سدوش الغابه. الغابه تيقطعوا في الشجر تيقطعوا في الشجر وكما كاين ما كاينش الحسابات شكون اللي يحاسبهم فين هما دوك لو كارد فوريس فين هو داك اسمو شكون هو اللي مقابل المية والغابات اخدو شوف فين كاع السي الشلح فينك فينك دابا قوتيها فقعدي وتقود علينا في الدار البيضاء تيقطعو الشجر تيقطعو الشجر عباد الله. يا داك اسمو يا داك الوالي تقول لي حطك الملك الا حطك الملك نوض شوف اش وقع في الغابة تيقطعو الشجر وما داروش بلاصتهم كون غير يديرو شجرات صغيرة اللي غادي يوليو بلاصة ما دايرينهمش. هاد القحاف تيقطعو في العود وسدي الغابة وتقول كون كورونا هادوك هادوك المجلس البلدي ديال الدار البيضاء راه ولاد القحافه كلهم ولاد القحافه قولوها وعيدوها. شوف ما بقاش بديك اللعبه هادو تكلم معاهم باللغه العربيه وتكلم معاهم ما نعرفوش العربيه على الدين العربيه احنا العربيه لا والو. انا 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 بيضاوي مغربي العام صافي تعرف الاهلي العرب نتكلم معاك بالدارجه فهمتي ما فهمتش يدو فهاش في حبي فهمتي ما عليناش فهمتي. هذا نقول لك ها انت اذا هما تيقطعوا الشجر الشجر عباد الله باش اللي غادي الاكسجين هاك شي الطبيعه الاوزون لا يا ولد تخربق القحا تيقطعوا فيه. كون كانوا غير يديروا شي حاجه بلاصتها كيما تيديروا هنا في الدول المتقدمه ولا في الدول ما عرفتش من دول تيديروا هذاك هما داروا والو الحرام تيقطعو تقول كاع واش هادو هادو هاد المسلمين ما تيبغوش ما تيحملوش الخضور اللي تيحب تيعرفو الصحراء 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 ما تعرفوش شي حاجه الرمله ما تعرفوش الربيع والخضره يوم ربيع يوم ربيع حلوه خضره لا ما تعرفوهاش. هذا هما تيقطعو في الشجر دابا هما خرجوا على الجدار حيدوا 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 الشجر جابوا داك النخل النخل تيموت فيه داك اسمو الديزيز المرض ايوا هما هادو 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 السلطة المحلية انا ماشي سوقي لانني انا هنايا هما اللي انا عندي شحال من شجره جوج ربعة ستة ثمانية عشرة حداش الشجرة هذه الشجرة عاد خلي داك البوش حداش الشجرة عندي هنايا فهمتي. علاش باش باش الطبيعة علاش فهمتي نحسب ها ها ولكن غادي نحي واحد الشجرة ولا غادي نحي ثلاثة غنحي ديما كلهم من قدام الدار ولكن غادي نخلفهم شجرة أخرى غندير فيهم التوت باش الدراري يتنقزوا ويجيبوا يكونوا التوت مالناش فاش فاش لحقنا لحقنا فين لحقنا لحقنا بوزكور وغندوزو بوزكور دابا غندوزو الرباط ديك الدولة هذيك اللي فيها ديك سامي وديك مونة هذوك شنو بغيتي يخلقوا لك المرة ديالنا الحلقة بجوج هما داك سامي مع الدريات والأخرى مع الدراري وباك يدير الحلقة ومسهريني أنا الليل كله بحال ما عندي ما ندير فهمتي فهمتي. مونة مونة عاد يخدمي لك شي ديال ديك الحلقة خدميها بكري وتخلي حتى نعسو عاد ديري ديال الحلقة نتفرجوا فيك ماشي حشومة عليك. وداك سامي دابا راجل كان معدو وقت هذاك كل مرة نشوفو هنايا الدار عندو الدار عندو بحال شي كلب مانيش والله حرام تيبيع لنا داك الكار المزور هذاك مول الحال اسمو ديتاي مانيش ديك ديك الرباط في واحد الكراج واحد الكراج اوتو نيجما هادو اوتو نيجما هادو عاد يشد كاع داكشي ديال المرسيدس ولا حرام وعمدي مع ديك العروبيه ما تعرفوش شنو مرسيدس خصهم يديروا تقول لهم خصك تمشي على اربع شهور ثلاث شهور تمشي ديروا فيزيتا تيدخلوا الكراج ويقولوا القحاب لكل الميكانيسيا والاداره الاداره الاداره تهي داخله فيها هذه قال لي اوتو النجمة شارع الحسن الثاني نقول لك هادو هادو ديال المرسيدس تيحيوا هاد القحاب لي بيس وتلكمهم ديك عاد تقول المرسيدس يجيبوا صحاب ايطاليا تيجيبوا مخونين وهي مرسيدس وكاين فيها جوج تيكونوا ملصقين يجوا عندهم تيجيو هادو تيبيعوا لهم لي بيس
تياخذوا مال العربي عارف شنو المرسيدس تي 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 غادي تبقى غادي بها بحال غادي بها غادي بها العربي في منيجا تخسر لي في الطريق ايوا طفطف ما شي واحد عاق ما عاق واش يديروا عاقوا بهم تبدلوا واحد تبدلوا لهم البياس واش المرسيدس هي المرسيدس ولا ما تبدل لا هو المرسيدس هما المرسيدس عندنا في المغرب يبيعوا لهم جداد وهذا هذا القحبه ديال شي واحد عطي الكونترا ديال البرلمان هذا نقول لكم سمي ديال بالعربيه اوتو نجمة حسن دو بولفارد حسن دو شارع حسن دو هذا تيصوم القحبه تي كشدوا فيهم ربعه وجوج ما كاينينش قال لهم حكا هذا او ماشي دابا تي يخطفوا لي بياس تيخرجوا بالطوموبيل تساراو تيمشي بوزيو مع العيالات تمشي يدي مو تزور يدي امو الاخت ولا نسابو يديهم يزورو في المرسيدس وعمل كسيده ما يقدرش يديكلاري فهمتي وهي راه ماشي لا فوت ديالو لا شي واحد ضربو من اللور ولا كان هو داز دخل في مانياش وجاب نقول له هادي جبتينا بحكا شوف هاد القحب على الاخر منين هاديك الكليه قال لا مايمكنش قال لي واقيلا راه دوك الشيفور ديالنا كانوا خارجين بها باش يديو الكراج الاخر يحطوها فيه ودار كسيد هذا انا نقول لك السميه ديالهم انا ماشي سوق انا لا اشوه انا غير تنبركك هنا الناس هاد الناس هما الله كثر خيرهم تيصيفطوا لي المعلومه وحنا المعلومه خصها تكون على ديسبوزيسيون ديال لا بوبيلاسيون بجوج خص يكون المواطن يكون له حق في المعلومه وانا دابا كمواطن حارق انا نعطيكم المعلومه دابا اوتو النجمه هذا ديال المرسيدس هذا الكراج عندكم تمشيو عندو راه تمشيو عندو راه القحبه ديال بحال داكشي ديال الكلينيك تدخل عندو تيقتل لك هذا هو هادو كاينين الطبه تيقتلوا عباد الله في الكلينيك وكاينين هادو القحبه ديال الميكانيسيان ديال هذا اوتو النجمه تيتهما تيقتلوا الطوموبيلات هادو هاد القحبه انا نقول لك ولكن المدير ديالهم ما عرفش يستعداني ما عرفش السمية ديالهم نقلب عليهم نقول لكم علاش شو واحد سينا فيها سينا بواحد الورقه ولا القحبه فينا عندي في اليوتيوب ما عنديش اليوتيوب هذا عندي او انت تشوف هذا تشوفه وتمشي للمحكمه قالك حقا راه شادين مازال ما حكموا غادي يسكتوها ويخرجوا ماما هاي هو مع التليفون عيطوا لك الجيج صافي هادو واش عباد الله هادشي مش هذه فيها الشفره فيها بولكون زعما فيها قدك ديال لي شارج ولكن معنا غتكلم دابا هذوك البوزه وقال هذوك الفرقه حتى في الرباط داروا الخدمه ديالهم ولكن غيجيهم تليفون عند شي واحد يقول لها وهذوك البرلمانيين ولا القحبه هذوك تدو الطوموبيل تدو من تما عندهم باش يعملوا لهم سيرفيس هذا انا نعاود لكم السمع باش ما تلفش لكم اوتو النجمه اللي كاين في ديك المدينه في الرباط بولفارد حسن دو هذاك راه واحد الا تزيدوا عندهم الطوموبيل ديالكم مرسيدس راه غادي يخول لكم لي بياس يبدل لكم لي بياس اللي كاينين في الطوموبيل المرسيدس عارفين البياس في المرسيدس غاليين والقحبه تيخطفوهم تيجدادو وتيجيبو هذاك ديك المرسيدس يجيو من السبته ولا من ليليا تياخذو هذاك ويركبو عليه القحبه تيبيعو البياس هادي في اوتو النجمه انا ماشي سوقي انا ماشي باش نعمل بيبيسيتي المرسيدس راه كبر من المرسيدس فهمتي المرسيدس راه شركه عالميه فهمتي راه هما فهمتي هاي هادي مرة كيخونا واحد الطوموبيل مي سمعني غادي نتكلم على هادي هذا فهمتي مسكين بحال عارفين مثلا ما قاريش عاد صورها لي مشى خطفها جابها لي قال لي هادي هي المرسيدس انا ما نعرفش على المرسيدس الا مولف واش انا مولف بالمرسيدس انا مولف غير بديك الطونكا ولا ديك كاتشوفو تعقلوا على كاتشوفو ما تعقلوش عليها الاركات ما عندناش دو شوفو هادي الطوموبيل هادي الا ديتيها الاوتو النجمه راه غادي يخونوا لك البياس ديتاشي يخونوا لك من تما هادو ولاد القحاب هادو دابا شادين فيهم ربعه وجوج راه خارجين على مرض علاش خارجين ما غادي يحاكمهم لا والو الناس خسروا لهم الطوموبيلات ديالهم هذا اوتو النجمه هي هادوك الرباطيين ما كاين والو الرباط ما كاينش رباطي كاين العروبيه فيها ولاد الرباط خرجوهم مساكن حتى يصيفطوهم غادي ينجحوا يصيفطوا من شي مدن يودو يجيو العربيه ديال البرلمانيين يجيبو مع اختو ومرتو خدامين معاهم تيعمروا الرباط دابا الرباط عامر بالعربيه حتى الملك راه ما تيبغيش يعمر تما ما كيزيد عليه الشمال ولا الدار البيضاء ما عليناش هانتوما دابا ما تقولوا ما قلتهاش انا قلت لكم داكشي اللي وقع تنعاودوا لكم ما تخاف حتى شي واحد نخاف ام الله راه مشينا الفاكهه شرينا الشريحه والتمر
وذاك اسمه بالقرقاع واللوز والبيستاشيو وبرازيل نات وذاك اسمه الاخر ذاك الناس كاشو نات وشنا ذاك الفاكهه ديال العيد شنا الفاكهه. وكاين هنا احنا عندنا الشريحه تشريها في البكيه ماشي بحال المغرب عام الاخر تيبيعوا ويشريوا ويبيعوا ويشريوا في الروضه في الروضه ولا في جامع الفنا سوق الجميع دوك الطلاب تفرق على المشريحه تيجمعوا الشريحه تيبيعوا العطار العطار تالي تيبيعها لك وغاليه او البكتيريا دو تتميتيبلي بجوج ثلاثه اربعه اربعه وديك حق الشريحه تطيح لك الشريحه ما تطيح لك لا والو اذا كانت اذا كانت مزيانه ايوا لان تتعاود فيها البيع شي 100 مره دوك الطلاب اللي يجمعوا الشريحه تدوا لهم العطار العطار تيعطيهم فيها واحد الثمن عاد ثاني الغدا تيبيع العطار تيبيعها للناس يصدقوها والجوامع وغبيله غبيله الروضه الروضه وشنو هي الروضه وشنو هي غبيله وشنو هي المقبره الله ما عرف فسروها لي الله يرحم باكم منين جات هذه المقبره عارفه تيقبروك ولكن الروضه الروضه هي لا رويضه الروضه ولا غبيله غبيله فسروها لي الله يرحم باكم ما بقيتش عاقل كيفاش بالناش ندوزو في الموضوع اش كاين الموضوع نتكلموا عليه نتكلموا سيدي على تكلمنا على المجلس البلدي المجلس البلدي راه اش دايرين هما القحام فيهم الكورونا ربي سلط عليهم ما القحام يديروا والو احسن نشوف دايرين واحد البرنامج اكادير زوينه ولكن ايوا هو بغالين انا نجاوب غاني يجدوا لي ثاني نقول لهم اش هذا ما نقولش ولكن اكادير زوينه ولكن نسيت قلتها ولكن هل هذا القحام اللي في البرلمان السلطه المحليه ديال اكادير تنقول من الوالي حتى ذاك القحام اللي في الشاو شنو هذا هل يقول القحام خرجوا على اكادير خرجوا على اكادير الدراري اليوم ميكرو تروتوار الله القحام ما عندناش ميكرو تروتوار تيسقسوا الناس قال لي تقول مساكين خايفين يشدوهم لانهم شافوا ذاك الطوانجي كل مره غادي للحبس كل مره غادي للمحكمه وتيخافوا تيقولوا اكادير زوينه ولكن ولكن ما عندناش لا بيسي ولكن ما عندناش الطوبيس ولكن ما عندناش الملاعب القرب ما وكاين ما عندناش الحديقه ما كايناش الزبل ما عندناش ولكن ما عندناش قولوا ممكن تقولوا ولكن هذا المجلس البلدي اللي عندنا دابا ديال العداله والتنميه وذوك الطبقه وذاك اسمه هذاك اسمه الاخر القباش القحم هذوك خصهم يمشيو بحالهم بارك يقودوا على اكادير ونطلبوا من عند الشلوح 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 الاحرار الشلوح في الهجره بحال سي عزوز وانايا وزيد وزيد فهمتي ينوضوا يدافعوا على اكادير غادي صافي غادي يتقولوا دابا اكادير بغا يرجعوا لهم هذا القحاب هذا القسم هذا شوف يا الشلوح ديال اكادير عندكم الظروف هي تقول لي اش دخلك لاكادير وانت اش دخلك لاكادير ما تنوضش تكلم على مدينتك اكادير زوينه ولكن خلينا من ذاك ولكن اكادير تكفسات خربوها ولا يلوحوا الاخرى في الرمله ولا يلوحوا ساكن الزبل ودوك يلوحوا داكشي في القادوس في ديك المرسى في الباسان ديال البور عامر بالكابوت انجليز عامر بالتامباكس عامر بالنابيز عامر اللي بغيتي كاين تما بداك اسم هذيك اكادير في البحر ديال اكادير الحوت ديال امه تيكون والو داكشي مريض الحوت ايوا وداك اخنوش اللي مكلف بالصيد البحري اش دار ما دار تقلبوا هو زعما كيرا شلح ومن الارفود ماشي يقول فهمتي انا اقولها ولا كلقس عندك صاحب الملك راه خشى المهداوي في الحبس ويخشي لا شي خشي ديال المغرب كله في الحبس انا نتكلم عليه لانه ما قايمش بالشغل ديالو لان ديك وزاره المياه والغابات وداكشي والسماء والثلج وهذا وكلشي والبحر والبيسي وكلشي ما بقاش هذا ما هو الشجر تيقطعوه في الدار البيضاء بوزكوره المدينه ديالنا المتنفس اللي عندنا في الدار البيضاء ولا القحاب تيقطعوا لنا الشجر ديالنا هذا هو المجلس البلدي ديال ولاد القحاب تيقطعوا الشجر ديال الغابه اش من الحق عندهم حقنا الناس في الدار البيضاء ما عندهمش فين يتنفسوا يجوا ياخذوا شويه الهواء ما كاينش عباد الله الناس اللي تيعملوا ذاك الجوجين تيعملوا هذا هذا الجوك ما عندهم فين يجوكيو الغابه مبقى فيها ولا الواد فيها التير ولا غابه تملك الحيوان كاين الحيوان تيعجبو الغابه حتى الحيوان هرب مسكين ما بقاش عنده الشجر ما بقى عنده والو وهذا وزير الفلاحه ووزير كل شيء هذا اخنوش نقول عليه من هذا المنبر وهذاك السي اخنوش يرحم ربي الوالدين اذا ما شوفني نادو قول لي هين هو يشوف اش واقع في الدار البيضاء وبراكم تدخلوا داك الوزير اسمه داك الوزير داك اللي عنده هذاك اسمه المهم الفرتيت هذاك الوزير الفرتيت اشنا هو هادشي وكرفستوا الدار البيضاء وحشومه وليتوا شوها يا عباد الله الشجره اللي كان عندنا
بعتوهم العقار دابا هذا دار الاسم ديك الغابه اللي بذكرها بيدو فيها تايا تتوجدوا فيها باش تبيعوا العقار وخرجوا على الدار بيني ولاد القحاف. ما عندنا شوف ها هي داك السلطان ها هي داك السلطان شوف الله يرحم بها والديك الله وفهاد العواشر هذه هاد العيد دار اسمك محمد وحنا غا اليوم نحتفل بمحمد عليه الصلاه والسلام. شوف راه هاد هاد هادو هاد الوزاره ولا هاد الحكومه الفاسده ديالك غادي يخرجوا لنا على الدار البيضاء وحنا تنعرفوك يا السلطان الدار البيضاء عزيز عليك غادي يخرجوا لنا على الدار البيضاء غادي يقتلونا بالحزقه غادي يقتلونا بالوسخ غادي يقتلونا بالزبد غادي يقتلونا بالمياه غادي يقتلونا قتلونا ولا القحاف قتلونا وهاد الوزارات المكلفه ما دايرين والو علاش ما يكونش بحث بحث كيفاش هاد الشجر تتقطع وكاتبين عباد الله ممنوع الدخول لان كورونا وعلاش علاش فينا هو داك اسمو لي فوريسي هادوك لي فوريس فينا هو البلان ديالك باش تقطع الشجر وفينا هو الشجر اللي غادي هذا اللي غادي تغرسو فينا هو اما تغرسو تعلم تجي محامي للسما انا نقول لك انا مشتوقين قال لي انت يا عروبي انا عروبي ما شتينيش انا ها كيفاش كتبكري كذب هاكا وهز الحمام هز الحمام الحمام في طرف كاسكور هذا شوف عروبي خويا عندي ستيليوال يعني كلشي فين الكار مشى من هنا الله يمشى لي الكار من ودنيا بعدين نقدر نمشي لكار اخرى عاوتاني فهمتي كيفاش القضيه دابا حنا تقول حنا نتكلموا راه خرجوا على اكادير خرجوا على طنجه العريش العريش تاهي فيها هذيك كورونا وعرفتو علاش فيها كورونا هاد العريش اللي كاينين في هاد البكروف داصرين غاديين العريش جايين غاديين علاش شدو معاهم كورونا دابا اكادير عام ماشي اكادير اسمها العريش راه عامره بكورونا شكون لي هذا المهاجرين ديال الانجليز هادو العريشين اللي كاينين في الانجليز هادو جبال العمريين ما تقول لهم هادو غاديين جايين تدير كورونا بالعريش العريش عامره بكورونا ايوا شكون اللي غادي كي نتكلم معاهم ما نقدرش لان الدنيا مانعين نمشيو لهذا كاين معنا حاجه ما فيها نجي نمشي حتى للبوكروف نقول لهم شنو ما بقاش نمشيو للمغرب ما تيتصنتوش هما النهار كل يوم في البنك الشعبي دابا تشوف العرايش نص ديال العرايش تلقاها نهار اثنين تلقاها في البنك الشعبي في اجوار مريحين تيسيفطوا العمله الصعبه شتي هادي شكون اللي مقود علينا في المغرب هاد العرايشين هادو العرايشين ديال لندن هادو ديال البوكروف تحيا العرايش القدام فينا مساكن القدام كبروا دابا مزيان كل اللي مات بزاف العريش الناس صحابنا ماتوا بن دادا وباه وهذاك اسمه هذاك الاخر ديال السيرك احمد اخاي احمد طنجاوي هذاك كنيز 24 واحد فوق كتافو كتافو مسكين ماتوا كاع الدراري الناس كاع دوك صحاب الشمال ما كاين غير موت ما عندي هادو العريشين هادو الجداد اللي جاوهم هادو وانا انا بشوف العرش عامره كورونا سيروا العرش تاخذوا كورونا غيسدوها احسن سد دير ما خليتش واحد يجي تما وعمر دير ما ديك الرمله ديك الرمله اللي خونا اسمو لك هذاك هالف كاس هذيك الرمله اللي خونا هذاك شدوا له حواله ديال المهم ديك العرش عمر دير الرمله صافي بعد ما نديروا لهم ديك كاسا اسبانيول خليها مفتوحه السكيريا مساكن ما تجيبوش مشيتو ما يضربو الطاسة صافي هادشي كيف العريش سوين والو عندنا كيكذب عليك دارو الحق دارو لهم الشانطي واش بديرو يعني خليوك الحمري العمري تيقولك من العريش هذاك واش فهمتيني ما فهمتينيش انا غنمشي بحالي بقا دخل لي المشاكل مع هادو العريشين لا نمشي بحالي صافي تكلمنا على العمالة شابعة كورونا ماشي العمالة تا دوك المقاطعة هادوك جماعة هما اللي ميحترموش القانون ما تيحترموش كاينه ميزانيه هادشي باش يشريو ديك باش يمسحو يديهم كاينين عطيهم الماسك كاينه الاخرى باش ديك الدخان يلوحوه باش يقتلو كاين اللي ياخذو الفلوس تيخونوهم داك البيجي اللي يخصو يعني ديال كورونا باش يخسروا على الاداره ولا الجامعه ولا شي ولا دار الخليفه بقا دار الخليفه ولا حيدوها ولا يقولوا المقاطعه ايوا دابا غادي وخصونا كاين المقاطعة ولا غير صيفطوني انايا حيد الشراب ديال فرنسا وحيد كلشي دابا دايرين بيا الدعاية حيت قلت لهم غنجيب ديك اسمها ديك العراق غنجيبو من اسرائيل سي غنجيبو من عند فلسطين تهنيتو صافي هاك العراق غنمشي في عود بيرنو ولا ريكار غنمشي نجيب العراق
ديال اسمه ديال الفلسطينيين، واحد الفلسطيني حكي لي المسيح تما تعجبهم العراق نجيو من عند الفلسطينيين، هو خاصهم يمشي الله يمشي هكا، قال سامحوا لي انا زلطت اللسان ما تقول لك زلقه ولا ما داكشي، سيدي سمحوا لي قلت لكم انا اسرائيل، نقول لك معلم ما نمشي اسرائيل ما نمشيش عند هذوك، نمشي عند اليهود المغاربه، المغاربه اليهود المغاربه ولاد البلاد ولاد البلاد ولاد البلاد ولاد الملاح، هما اللي غادي يبيعوا لي هذاك اسمه ديك اسمه عرق، وتم العرق ونمشي معايا المحيا، المحيا مايدن ما عرفت مايد في بالستاين، ايوا مش سوق عليهم ما دخلوش السياسه انايا، جاي نعاونكم ديروا لي موتيف، الاخر قال لي تشد الرشوه شدك في التلفزيون، اشتين ها اشتين ما اشتين والو، انا ما نكذبش انا ولدك جاتني جوا الفلوس هذا انا وريتهم المروكي باش نقول لهم قش ياخذ 20 درهم، باش انا اول شيء نقول لكم صيفطوا لي 200 درهم في الدوسي وانتم صيفطوا لي 20 درهم، لا هاي 20 درهم ما يعلق لها هاي 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 شتي نعلق لها هذو تشوفوا ما تشوفوش ندير لكم كاميرا من بعد هاي شتي راهي هاي 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 20 درهم شتي راه راه السلطه مصور تما مصورين مصور تما درت تما ما خدنا لا رشوه لا والو حطينا هنايا ما هي قد تهمو فيا تقول لي ناخذ رشوه ما تلقوش رشوه الله عقا مانيناش مش سوقي هو هادشي اللي كاين صافي قال لك عاد تكلم على الوداد هذاك الوداد واش تمو هذاك مال هو جورجي بس ما جورجي تو كان بحال مكان صغير كان ديما بقاو مع البوليس هو مشدود هو طالقين هو هذا ولكن هذا تيخدم العنف تيضرب الناس تيسوق فلانتيردي وسكران وتجي يضرب عليه الباب الله من الفوق اه وعلى خاطر يصيف مو خالته وداك الشيء يمشي يعمل التصالح وحتى انا زعما خلي يمشي بحال نبقاو تصد عليك الكري يلا وراك واحد الكرك تصد عليك الكري ويلي حنا جينا باش نديرو الحمله الانتخابيه حامله ولا ما حاملاش ايوا دابا هادي حنا هي الحامله ما حاملاش سوق فيها اللي حمل حمل هما هاي حملات ملي غتولدوا غتولدوا في الدرس ما تولدوا قدام السبيطار غتقتلوا ولا فهمتي لا تخونوه وتبيعوه اه قاعد نقلبوا على الكنز الكنز كاع هذه السنين والكنز مازال لقيتوه كاين الماكن كاين الماكن الشيف داك اسمه داك اللي تسمى ديال السلطان محمد السادس هذاك تعمل فيه واحد البروغرام يزومي لك على الارض ويجيب لك يجبد لك الكنز من الارض بلا ما تقتلوا الدراري وما تقتلوش الدراري هما تيبيعوا لي تيبيعوا بحال بيس ديتاشي كيما دايرين في كراج النجمه اوتو النجمه بحال هكا تيشدوا بلادهم تيزيدوا تيدو بنجو تيحيدوه وتيبيعوا القلب الريال الكبده هذا هذا وداك الشيء الشيشه تيمشي يدفنوه القحاب تقول لهم حكا كاين الكنز ما كاين ما كاين لا كنز لا والو هذا ما كذب على الكذاب زعما كاين الكنز داك القمر الاصطناعي اللي مقابل الجزائر هذاك تقول لي قلب قلب لي على الكنز يقول لك ها في كاين الكنز اه هاي القمر سي عمر ما جيت بدور هنا تنشوفو هنايا الله يجي بان لي محمد السادس يبان لي هنا دايز وكيما قلتش نقول لي بحال هكا بالليل ما يشوفنيش وبالنهار ما نشوفوش شتي كيفاش غادي هو هذا خلينا نمشي بحال صافي اخ المغربي وراك وعاودك راك ما تنساش تشارك في هذه القناة تابوني سبسكرايب بارتاجي شير فرقوا بعضياتكم اعمل لايك اعمل ديسلايك واعمل ديك ام واعمل ديك اسمه ام 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 وصافي نمشيو بحالنا نمشي دابا نشوف نقلب على منى باش نمشي نقصر معها شي شويه نشوف واش ما كدير عاوتاني راه شتا تتكلم على مع واحد الجبلي جبلي انت هو لابس جلابه ودير هذا جاي البرد في دارو جاي البرد قلت لك الاخر دير الطاقيه بحال هادي لا عمل لك الطاقيه الاخرين كحلين ودير كبوت ومريح قاتل البرد وهذا هذا هذا جبيلو هذا جبيلو جبيلو الرجاوي ولا مرة تا هو مسكين تا هو تتكلم معاه دير شاد فيهم تشد فيهم هذا هي الاخت منى هو هذا مشي بحال هكا ما كاين معلم نسلمو ما كاين علم نسلمو بقينا نسلمو على عباد الله نسلمو على عباد الله غادي يخلق لي مشكل بلا نشوف كاين شي واحد نسلمو عليه ندوزو به الوقت نجي هنا زهران ايوب اش كاين اليوم زهران ايوب اش كاين ما نشوفش اسك ليا زهران ايوب اوبن نشوف ها هما لا مشتي ما هو القحافات تشوف هادو غير الناس اللي باغين يخدموا البلاد مضاربين على شكون اللي غادي يشفر الاول
هذا في المجلس البلدي. هما البوين. اسمع 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 هما انتم تقول لي انا ما تكذبش، انا ما تكذبش، انا ما نكذبش. انتم شوفوا استاذ استاذ طحنا هذا ما قدامكم. انتم شفتوا، انتم شفتوا بعينكم، شفتوا بعينك. بدنا نشوف كاين شي حاجه اخرى ثاني. هادشي اللي كاين بدنا نشوف. وانت وداك اسمو، داك اسمو، داك اسمو، داك يوسف فرحات اللي برشيد شدته كورونا، شتيها. قال لك واحد ادعي لي، ما ادعي حتى شي واحد. شتي ربي، ربي راه الفوق تيشوف عباد الله. شتي شوف هذا قال لك هذا جبت سميتو هذا فرحات، يوسف فرحات اللي برشيد، واحد المخلوط ما يسواش. تكلمت لكم عليه، راه كاين في الفيديوهات الماضيين. الله عليك الماضي. قال لك مريض بكورونا، قال لك خرجوا فيه ذنوب الناس. شتي انت، راه ربي كبير، راه ربي كبير. ها هو ماشي هذا برشيد، هو تجد فيهم تما كورونا. ايوا ربي، راه ربي كبير. انت داك الشيء هذا ربي حافظني، فهمتي، حافظني من لكم. لا 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 مشيت. اش اش راك تصور معايا باش باش نبانو، باش نبانو عرويه مزيان. نبدا نشرب واحد الجغمه ديال اسمه هذاك اسمه المغاربه. شيش دوقة عتروش بيتشاركوا فوق كاس واحد، هذي خشي فيش لاقم ولا خليهم خي بيتكلموا على الواك. الواك ده انش دادني، الواك دادني والو. بنشوف شي حاجة اخرى تاني. انا قلت لك شي تقولون ده، انا نشوف لاشي في نواع تاني. لا انا قديمة دي، انا سيب واحد ايش شحال هذي. هادو الناس يبغي يمشيو لهاش لفرنسا. واش عايش عبد الله غادي لفرنسا بغينا نخدمو، واقفة القضية عندنا هنا في هاد البلاد، دولة عندنا كحلة. يالله لفرنسا، هو الشعب اللي بغي يمشي لفرنسا. الكيران راه واقفين كامل كامل، شي واحد راه ما باقي، كلشي ان شاء الله راه بغي يمشي. عاد يقنوا تقيدوا المسيدات، راه ما يكونوا غاناضين ان شاء الله، راه كلشي غادي لفرنسا. والله اللهم بارك. الفيلم شتو قديم هذا. شويه هنا في المغرب بغينا نشوي لا تاع الله، بغينا نمشيو لهاد البلاصه فين بغي جاو قيدونا نشوي لا كتب الله. مرقه ديالها عيانه هنا شويه في المغرب. والله يسهل على على الشباب كاملين مساكن، راه كل شيء راه ولاد تيم اخوات. وشوفوا الشاب اشتري لي، شوفوا عباد الله، شوفوا وك عباد الله، راه القديرة ما زالت بات هنا، بات فرنسا، فرنسا المقاطعة. حلوا لنا الحدود، الله يحفظك. يلاه السلام عليكم. الله هادشي اللي بنقول لكم. عبد العزيز خاص بالنسبة للناس اللي عندهم ما بين 25 حتى ل 45 عام، نطلب الله تعالى يكون طويل تاع الخير، واللي فسخوش 10 غادي يشوفها وصافي. والله وكنقول للجميع الله يسهل عليهم كاملين، وكنطلب شويه نظام من الناس. وشكرا. النظام في النظام. شوف ايوا باش راه فهي ماشي في مستوى. ايوا هادشي اللي كاينك شتو، اش باقا شتو. ما نكذبش عليكم، ما نكذبش اخويا، ما نكذبش. هادشي اللي كاين. هادشي اللي كاين. ايوا انا نودعكم ونقول لكم السلام. يلاه حيد ندير لكم الصفاره. يور لاست اوردر ات ذا بار بليز، يور لاست اوردر. صافي نمشيو حالا. الناس مقابلين كي تاخذ الرشوه، شتي المساله كي دايره. حنا جبنا الامانه وندوزو على هذاك، اسيدي هو تا هو رجع عليا.
قال لي راه شتك في الماكينه. قال لي راه هذا الحجه هذيك. لا لا قال لي هاكا رجع عليهم في الماكينه. داكشي اللي رجعته ولصقت عليه راه شتي فينا هي راه تشوفوا فيها راه هي راه حدا الامريكان اكسبريس وكاين راهي من الجهه الاخرى شتيها راه 20 درهم وزيد عليها ما تقبلوش 20 درهم تقبل 200 درهم ها هي ها هي السميه اللي مكتوب لها شي عنوان بغيت يسيب لها الادريس هاي مكتوب لها راه هي اللور ابي العنوان راه عندنا العنوان كاين بالعربيه وكاين بهادشي هذا شتي عندهم ها هي بالعربيه و بديك اللغه صافي يلا يا ladies and gentlemen finish your drink and piss off please it's a time to go home شو بعدنا هو شي اللي كاين صافي عندهم عرفتو بين ديك اوتو النجمه اللي كاينه ديال المرسيدس ديال هذاك ما ديوش ليها لي مرسيدس ديالكم للسيرفيس ولا اي حاجه ما تيخونوا البياس من تما ماشي هما اي هي 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 تفضل بينا فوتو هول وكاع هادي معروفه هاد القحبه كثيرين لك هاد المراه الا كانت المراه دارت طوموبيل عند شي ميكانيسيان وهاد القحبه يبيع عليها البياس تما ما عمركم تخلي الطوموبيل عند الميكانيسيان في القحبه اش بغيت ديروها شري واحد حكج الصباغه هادي كذا وضربي الموتور بالصباغه هاد جهة عندك سبري تشري داك سبري صباغة صفراء ولا شي حمرا وضربي الموتور علميه نحي عليه هاك الصباغة باش هاد القحبرة وخذي الصورة صوري الموتور ديالك هاد ما نقول العيال أي طوموبيلة ديدي على الميكانيسيان راه هاد القحب غير الشفار هاك الميكانيسيان دخل دير مهم تاهوما اللائحة ولا القحاب الله يعلدين باباكم اللي كان دخل الناس يجيبوا الطوموبيل عندكم باش تبيعوا لهم البياس من الطوموبيلة وتبدلوا لهم البنوة تفو عليكم لا كلشي ديما دخلت لي ما بقيت بوحدي انا مروكي والاخر قال لي نعس لي صافي حنا بقينا اما كلشي يدخل ليستا انا ما جبتش الحال الدفاش انا كنت عارف انا كنقول لك كنت ديال العماله شدي تمشي ديك بحال الحمار داك اسمو داك الحمار ديال الحقوق هذا تمشي بحال هكا زعما كاين حنا السياسيين حنا القحاب خرجوا على المغرب الله يعلم باباكم اللي كان الشفاره كلكم الشفاره ولا قلنا لكم ما خصناش ما عندناش ما خصنا لا برلمان لا مجلس بلدي لا والو ولا وزاره الحي ديالكم كلكم والفلوس رجعوا للشعب صافي خلي يلاه سير 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 قف 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 ندير معاك واحد الصوره صورنا جيب التليفون جبد صورنا ها هو المغرب يصورنا فخ وقف المغرب وقف نديروا الناقوس اخ اذا ما هو هذا شكرا على متابعتكم الى هذا البرنامج وما تنساوش تفيدونا بالنميمه بلا بكم نتوما حنا ما غنكونوش خصنا دائما النميمه لا بد بحال الاسواق اللي كاينه في الدار البيضاء اللي ولاد القحاب زادوا في السمك وزادوا في الخضره حتى حنا خصنا شي واحد يزودنا يعطينا باش النميمه تولي رخيصه سيطولنا النميمه راه النميمه اللي ما كاينش النميمه هاد القانون غادي تسد بحال الحانوت